أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من المغاربي من العاصمة الفرنسية باريس. أنا حاليا أمام متحف الإنسان. هنا في هذا المتحف وتحديدا في الطابق السفلي توجد آلاف الجماجم، من بينها 36 جمجمة تعود لجزائريين قتلوا وأعدم بعضهم خلال فترة الاستعمار الفرنسي، ومن بين هؤلاء هناك قادة ورموز للمقاومة ضد المحتل الفرنسي في القرن 19. يعتبر الجزائريين ذلك دليلا إضافيا على عدم وجود جدية ورغبة واضحة من السلطات الفرنسية في طي صفحة الماضية الاستعمارية، لكن البعض يلقي باللوم على السلطات الجزائرية نفسها بعدم المطالبة بإرجاع هذه الجماجم المتواجدة هنا إلى الجزائر، خاصة في ظل وجود مطالب عديدة ومتواترة منذ أكثر من 6 سنوات تدعو إلى إعادتها إلى الجزائر. أهلا وسهلا بكم. مسيو ألان فرومان، بونجور. سيد ألان فرومان، أهلا بك. أود أن أفهم بداية، ما الهدف من تجميع الجماجم في متحف؟ Alors nous sommes au musée de l'homme. C'est donc le musée qui raconte l'histoire de l'homme. نحن هنا في معرض الإنسان، العرض الذي يحكي تاريخ الإنسان في بعده الزمني منذ الإنسان الأول إلى تنوع الإنسان الراهن. العلم والمعرفة في الغرب كان يعتمدان في البداية على كينونة الإنسان الغربي، وكنا نعتقد أن الإنسان الأوروبي هو الأساس، ورسالة العلم تؤكد أن الإنسان الأوروبي ليس وحده مرجع الإنسانية، وأنه ليس إلا حالة من التواجد الإنساني الجغرافي، لها خصوصيات وعليه فإن هاجس الباحثين وعلماء الأنثروبولوجيا كان منذ القرن 19 يتعلق ببناء تصور شامل عن التواجد الإنساني والتوصل إلى بناء مجموعة كاملة تعبر عن التنوع الإنساني. لدينا في هذا المتحف 18,000 جمجمة وبقايا إنسانية جاءت من مختلف مناطق العالم والشعوب ومن مراحل وعصور مختلفة، أغلبها من دول أوروبا بالطبع، لكن كان دائما مهم الحصول على نماذج الإنسان مناطق أخرى بعيدة عنا. ومن بين هذه الجماجم هناك جماجم لها قصص مؤلمة، وهنا أتحدث عن الجماجم الجزائرية، كم عددها بالتحديد؟ بالنسبة للجماجم الجزائرية المعروفة هويتها والتي تدخل بالحقبة الاستعمارية، لدينا 36 جمجمة، لكن ليس كلها لها علاقة بالمقاومة. هناك بعض الجماجم تعود لجزائريين ماتوا بسبب المرض وكانوا يلبسون اللباس العسكري الفرنسي، ولأن جثثهم لم يطلبها أحد تم تحويلها إلى متحف الإنسان للتشريح. هناك مجرمون تمت محاكمتهم وتم إعدامهم بعدما مارسوا القتل أو السرقة أو أشياء أخرى في إطار الحق العام، وهناك أقل من 12 جمجمة تعود لمقاومين الذين ماتوا والسلاح بأيديهم في المقاومة وتم قطع أعناقهم، ولأنها لم تكن تهم العسكريين، الأطباء هم من جمعوهم وأرسلوهم إلى متحف الإنسان كنماذج تمثل جذور ونماذج هي جزء من الإنسانية. البحث العلمي الحالي لم يعد يعتمد بالضرورة على علم التشريح ولكن على البيو أركولوجيا، بمعنى أنه في حال أخذنا أجزاء من هذه البقايا يمكننا التوصل إلى تاريخ وحياة الأشخاص. لدينا الهندسة الجينية التي تمكننا عبر البقايا الموجودة هنا أن نتعرف على تاريخ الأمراض وماذا كانوا يأكلون. هذه البقايا الإنسانية هي أرشيف بالنسبة لنا، هي مثل كتاب يسجل الوقائع التي حدثت للشعوب في وقت سابق. لكن دعنا نعود إلى سؤالك الجوهري، للقضية المؤلمة حقا لجماجم الجزائريين والإعدام الذي تعرضوا له والسياق التراجيدي الذي جاءت فيه. أولا، نحن لم نعرضهم مطلقا للعموم، دائما كانت جماجم الجزائريين محفوظة.
لم تعرض ابدا ابدا لم تعرض في المتحف. واين يتم الاحتفاظ بها؟ هي محفوظة في الاسفل مع المجموعة الكبيرة من الجماجم. انتم هنا في المتحف وترون ان عددا قليلا فقط من الجماجم او بقايا انسانية معروضة فقط، اما باقي المجموعة التي تدخل في نطاق البحث العلمي وعلم التشريح فهي موجودة في الاسفل. وجماجم المقاومين الجزائريين التي تدخل في حقبة الاستعمار موضوعة في خزانات حديدية ولا يسمح لأحد بالوصول إليها حتى للباحثين؟ نعم، بما فيهم الباحثين. واليوم هناك عملية مطالبة بإعادة هذه الجماجم إلى الجزائر، هل بدأتم في ذلك فعليا؟ Alors, la question de restitution des restes humains douloureux, ça s'est déjà posé. قضية استرجاع البقايا الإنسانية من المتحف سبق أن طرحت مع دولة جنوب إفريقيا وكاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا، لكن هناك إجراءات طبعا يشترط أن تكون البقايا المطلوبة معروفة ومحددة في هويتها، ثم هناك إجراءات دبلوماسية يقوم بها البلد الأصلي لهذه الجماجم أو البقايا مع السلطات الفرنسية، لأن هذه الجماجم والبقايا للأسف نقولها هي جزء من ممتلكات المجموعة الوطنية بما فيهم جماجم الجزائريين. والصحافة الجزائرية تتساءل دائما كيف تكون جماجم هؤلاء الشهداء الجزائريين ملكا لفرنسا، لكن للأسف هي جزء من ممتلكات المجموعة الوطنية في فرنسا منذ القرن 19، وإخراجها من هذه المجموعة يتطلب إجراءات، وهذه الإجراءات من الممكن وعلى الحكومة الجزائرية أن تقوم بذلك. وأنتم في متحف الإنسان، هل أنتم منفتحون على إعادة هذه الجماجم؟ نعم، ليس لدينا مشكلة في إعادتهم إلى الجزائر، نحن باحثون ولدينا سياقنا الذي نعمل فيه، لكننا نتفهم الألم الذي يشعر به الجزائريون بسبب بقاء جماجم شهدائهم هنا. نحن لسنا سوى متحف يحوي ويحفظ هذه الجماجم فقط، يتعين على السلطات الجزائرية المعنية أن تقوم بالإجراءات اللازمة لاستعادتهم. ولكن يبدو أن المسألة معقدة جدا، لماذا لم تبدأ عملية إعادة هذه الجماجم رغم أن الدعوات لها سنوات طويلة؟ C'est pas si ancien que ça. Nous, on avait reçu M. Belkadi, qui est à l'origine en fait, de la demande. On l'avait très bien reçu. D'ailleurs, on a eu d'excellents rapports avec lui. On lui a ouvert nos archives parce que le Musée de l'Homme a une politique de transparence. الأمر ليس هكذا بالضرورة. سبق وأن استقبلنا الباحث بلقاضي علي، وهو باحث جزائري، وفتحنا له الأرشيف وتمكن من الاطلاع على الجماجم، ولدينا علاقات جيدة معه. متحف الإنسان لديه سياسة شفافة، وأي شخص كان مهتما بهذه الجماجم كان يمكن أن تفتح له الأبواب، لكن لا نرغب في أن نتعامل مع ناشطين أو محامين بخصوص هذه القضية، لأن الناشطين في المجتمع المدني ليسوا هم من لهم صلاحية المطالبة بهذه الجماجم. مثل هذه القضايا يجب أن تتم معالجتها على المستوى الدبلوماسي بين الدولتين الجزائر وفرنسا، ونحن تحت تصرفهم كمؤسسة تابعة للدولة. نحن هنا في منطقة البحث أسفل متحف الإنسان التي تجمع المحتويات البشرية، وفي هذه الخزائن الحديدية توجد الجماجم والبقايا الأكثر أهمية والقطع الأركيولوجية التاريخية، وفي هذه الخزانة توجد بقايا وجماجم كل الجزائريين الذين تم تحديد هويتهم سواء المقاومين أو الآخرين. كل الجماجم التي لها اسم تمت استعادتها من المجموعة التي توضع تحت تصرف الباحثين، وتم وضعها هنا في هذه الخزنة. هذه خزانة حديدية ورقمية، شخصان فقط لهما الحق في فتحها ولديهما شفرة الفتح. Le principe de retirer
منذ سنوات تم إقرار وضع كل الجماجم والبقايا التي تم تعريف وتحديد هويات أصحابها هنا، حيث لا نتعامل معها كبقايا مجهولة، ولا يتعلق الأمر بجماجم الجزائريين فقط، ولكن بكل الجماجم والبقايا البشرية التي حددت هوياتها، حيث لم تعد تحت تصرف أي كان بما فيهم الباحثين. Et qu'on n'a pas mis dans la collection qui est accessible aux chercheurs. Alors actuellement, non, personne ne consulte cette collection. Depuis, on l'avait quand même ouvert à M. Belkadi. في فترة سابقة فتحنا هذه الخزانة للباحث الجزائري بلقاضي الذي كان بصدد عمل تاريخي، وهو الذي أعلن عن وجود جماجم الجزائريين هنا، لكن بعدها لا أحد يصل إليهم. أما هذه فهي المجموعة الرئيسية للمخزون من البقايا البشرية، وهي تحت تصرف الباحثين في خزانة متحركة، وكل القاعات التي ورائي تضم 18,000 جمجمة من كل الجنسيات محفوظة في ظروف متساوية. عام 2016 أطلق مجموعة من المثقفين والنشطاء الجزائريين هنا في فرنسا عريضة تدعو لإعادة رفاة والجماجم الموجودة هنا في معهد الإنسان إلى الجزائر. إلى جانب السيد إبراهيم أسنوسي، أنت أستاذ جامعي مؤرخ ومن أطلق هذه العريضة، لماذا أطلقتم هذه العريضة؟ أليس هذا دور الدولة؟ يعني لماذا أنتم كمدنيين نشطاء في النهاية؟ يعني احنا يعني باش نحاولوا نضغطوا على الحكومه الجزائريه باش تطلب من الرئاسه الفرنسيه استرجاع الجماجم، ونعرفوا باللي لازم يعني الرئاسه الجزائريه لازم تحط مطلب يعني رسمي باش يكون مشروع قانون باش هذا الجماجم يخرجوا من ما يسمى بلي كوليكسيون باتريمونيال. هذا الجماجم يعني كان حتى واحد هنا في على حسب القانون الفرنسي حتى واحد ما عنده حق يعني باش يمدهم ولا يبيعهم، لانه هذا جزء من الارث الفرنسي. جزء من الارث الفرنسي، وهذا يعني سابوز بروبليم سابوز كيستيون. هذا الجزء من التراث الفرنسي يعني جماجم انسانيه وجايين من الناس اللي قطعتهم راسهم فرنسا، يعني كالجماجم قطعوا رؤوس الناس، وذ الرؤوس هما اللي راهم هنا يعني موجودين في متحف الانسان. لما نحكم على الفرنسيين كثير من الفرنسيين يعني ما يتخيلوش يعني هذا الشيء، يقول لك هذا مستحيل، كيفاش هذ الناس قتلناهم احنا وقطعنا لهم لسانهم وجبنا لسانهم وحطيناهم في متحف الانسان؟ هذا هو الحق، هذا هو الحق. هما يعني لما درنا هذه العريضة 30,000 امضاء وقعوا الناس، وداروا واحد المؤرخين فرنسيين وساكنين في فرنسا جزائريين وفرنسيين، داروا يعني واحد النص اللي نشره جريدة لوموند في لوموند. هما يعني النص هذا يقول الدعوة من الرئيس الفرنسي باش يسيب الحل باش يرجع الجماجم للوطن الجزائري. طيب، ولكن انا تحدثت مع مسؤولين هنا في متحف الانسان يقولون الى حد الان على ما يبدو لا يوجد طلب جزائري اصلا يعني. والجزائر تقول يوجد، ما ناش عارفين يعني هذا الشيء بالنسبه لي غامض، ما نجمش نتكلم في هذا الموضوع. انا نقرا يعني في الصحف باللي سي طيب زيتولي وزير المجاهدين يعني قال يعني الامور راهي ماشيه على حالها، وحنا رانا متحكمين في الامور، وعندنا علاقات ما بيننا وبين الفرنسيين، ورانا في نقاش باش نسوبوا الحل باش نجيبوا الجماجم.
ولكن حتى لحد الان. لكن الان نحن نتحدث يعني تم اكتشاف هذه القصه تقريبا عام 2011 2011 يعني من طرف الاستاذ بلقاضي. ايه يعني من 7 سنوات الى حد الان لا يوجد تحرك رسمي. يعني بلقاضي الاستاذ فريد بلقاضي دار عارضه اولى ولكن ما كانش لها رد فعل، كان ضعيف جدا، ما نش عارف لماذا. انا مضيت ديك ولكن انا اكتشفت الامر من هذه العارضه 2011 وبقات يعني في الاذهان في الذهن نتاعي، يعني ما قدرتش ننساها مستحيل. وفي 2016 خذيت هذه المبادره، كان محسوب كنت ناشط يعني مع جمعيات خيرية وجمعيات سياسية من أجل فلسطين من أجل كذا، يعني كنت الناس بزاف يعرفوني في ذلك القيس. وقلت أنا على هذا الناس اللي يعرفوني نطلب منهم باش هما اللي يمضوا هما الأولين باش يعطوا نفس العارضة. ونفس الشيء صارت كما هكذا، وعاونوني جريدة لومانيتي خرجوا صدروا العارضة، وسمع بها واحد السيد يسموه كان مدير تاع لي زيديسيون لا ديكوفيرت فرانسوا جيز، بالك تعرفوه. فرانسوا جيز يعني طلب رسميا من كل الناس، دار نداء باش كل الناس معني تمضي توقع العارضه، ونشروا هذا النص اللي خرج في لو موند، وكان له تاثير كثير هنا في فرنسا وفي الجزائر. الى ايتي بوبليي دون تو لي جورنو جو بونس la lettre des historiens. Et malgré tout, alors l'autorité algérienne, يعني السلطات الجزائريه ما يقدروش يقعدوا صامتين دائما كي يصير شيء كيما هذا ويكون يعني حس كبير عليه، لازم رد فعل. ورد الفعل هو كان رد الفعل تاع الطيب زيتوني، ولكن ما كان له اي كي يقولوا اي لاباز، فيش قاعده، فيش اصل، ما فيش قاعده. تدري وين وصل الامور؟ واش طلبتوا من فرنسا؟ وين درتوا هذا الطلب؟ واش هو رد الفعل تاع فرنسا؟ واش هما الشروط الى اخره؟ غير فهمونا برك واش كاين. هل المساله تتعلق فقط بمجموعه من الجماجم ام انه اكبر من ذلك، يعني بإرث استعماري في علاقه بفرنسا؟ يعني على ما اعتقد نعم، والامر هو يعني كامر صعيب. نظن بلي فيه يعني كيفاش يقولوا لي زانتيغي، مصالح، فيه مصالح مشتركه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه الجزائريه. ما هي المصالح المشتركه؟ يعني الحكومه الفرنسيه نوعا ما ماذا بها هذا تدفع هذا الامر طب فيه باش ما يبقاش، خاطرش عندهم متخوفين باش الى المتاحف تاعهم يعني تخوى من خاطش كاين شحال من شعوب اللي قتلهم الاستعمار، وكاين شحال من رسال، كاين 18000 في الاف الجماجم، في الاف الجماجم هنا في هذا المتحف اللي ما نعرفوهاش منين جايه. ربما غدوه يجوا طلبات من غينيا، من السنغال، من الى اخره. دونك ماذا بهم يطفوا النار مادامها فوالا. ومن جهه الجهه تاع الجزائر، على بالك باللي الحكومة الجزائرية مبنية على تاريخ يبدأ من 54 إلى 62، يعني كحرب التحرير، وماذا بها ما يكونش تاريخ واحد آخر إلا هذا، خاطر بهذا التاريخ هما يحكموا، عندهم يعني كي يقولوا الشرعية النضالية. الشرعية النضالية، هذا هو الكلام الصحيح، عندهم شرعية نضالية من هذا. لو كان تبان بلي كاين جزائر أخرى عميقة، لكن نتحدث عن جماجم القادة ثورات في 1800 ثورة 19 وثورة أشياء ثانية يعني. نعم ايه؟ وهذو ما يتكلموش عليهم يعني كهذا، هذا تاريخ المنسي. معظم الجزائريين اكتشفوا هذا الناس من قبل هذه قضية الجماجم اللي راهم في المتحف الإنساني. وهذا التاريخ هو نظن باللي محسوب، نظن بالك يبان لهم هما باللي ماشي في صالحهم، وماذا بهم يبقاو في الإطار اللي داروا هما، اللي صنعوه هما، ما يخرجوش منه.
لنا. قضية الجماجم في الجزائرية في متاحف الفرنسية ونحن على عتبة الاحتفال بذكرى أول نوفمبر تحتاج إلى معالجة قانونية، رغم التماطل وعدم وجود إرادة سياسية صادقة من كلا الطرفين. فلا ننسى أن هذه الجماجم قد تم نقلها إلى هذه المتاحف بموجب نزاع مسلح كان قائما آنذاك، وبالتالي الأرضية القانونية أو الإطار القانوني وهو اتفاقيات جنيف الأربع والتي كلا الدولتين سواء الجزائر أو فرنسا الاستعمارية والرسمية ملتزمة بها، وعليه يجب أن نحافظ على هذه الأدمية الأفراد، وبالأخص نجد أن أحد اتفاقيات جنيف تنص على عدم تنكيل الأفراد وكذلك عدم الامتثال بجثتهم. فتوجد العديد من الآليات القانونية سواء في إطار اتفاقية جنيف أو خارج اتفاقية جنيف من خلال اتفاقيات تعهدية أو غير تعهدية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، توجد المادة 90 أو اللجنة 90 الخاصة بتقاسي الحقائق، يوجد العديد من المقررين، يوجد المفوض السامي لحقوق الإنسان. فالقضية ليست قضية قانون أو عدم تطبيق القانون بقدر ما هي قضية قيم ومبادئ إنسانية. ولا ننسى أن الثورة الفرنسية قد أنجبت وخلقت الإعلان حقوق الإنسان، وهذا الإعلان الذي يوجد في ديباجة الدساتير الفرنسية المتعاقبة والتي ألهم العديد من واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على كرامة وأدمية الأفراد في السلم في الحرب وفي جميع الأوقات. فالقضية قضية حقوق الإنسان، قضية قانون دولي الإنساني، قضية خرق جسيم للأعراف والقيم والأخلاق التي ليس تحكم القوانين ولكن تحكم الإنسانية، من ضمنها أن الإنسان يكون كريم في حياته وفي مماته، ولا يجوز بتاتا التشهير أو تطفل الجماهير بالمصطلح القانوني أو تنكيل الجثث، فهذا يتنافى مع الأعراف والتقاليد سواء تقاليد الجمهورية الفرنسية أو تقاليد الدولة الفرنسية أو مختلف التشريعات والقوانين في هذا الشيء. أي دين هذا؟ أي دين؟ لا بالنسبة للدين الإسلامي ولا بالنسبة للدين المسيحي ولا بالنسبة للدين اليهودي أن يعبث ببقايا الإنسان في جانبها. يعني الإنساني هو نتألم له ويندى له الجبين، وبجانب آخر في جانب إيجابي هو أن الاستعمار الفرنسي الوجه الحقيقي نتاعه ومن خلال جماجم الأبطال والشهداء أظهر بأنه كان يعني مجرم في حق الشعب الجزائري، ارتكب جرائم لم تنمحى في تاريخ الجزائر في تاريخ الإنسانية. فيه الممثلين تاعنا في فرنسا وبالضبط في باريس التقوا بمسؤولين في متحف الإنسان ومسؤولين المتحف تناقشوا حول الموضوع وتسويت هذه يعني بما يسمى بالأشياء التقنية يعني لاسترجاع جماجم الشهداء والأبطال وأن يدفنوا في أرض الجزائر أرض الشهداء. الشيء اللي بيننا وبين فرنسا يعني هذه قالها واحد المجاهد، قال لي بيننا وبين فرنسا جماجم جبال من الجماجم. إلى هنا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من المغارب من العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن ألقاكم في حلقات قادمة. لكم مني أنا علي الدين زعتور أطيب المنى، إلى اللقاء.